نبدأ في المرحلة الثانية كلية طب الأسنان، تسمعون صوتي واضح؟ نبدأ المحاضرة، ممكن تعطوني ريسبونس رجاءً؟ عليكم السلام دكتور عين، نسمع. أهلاً أهلاً، الحمد لله. إذا ما دام الصوت واضح نبتدئ محاضرتنا. أعطيها تسجيل. نبتدئ محاضرتنا تحت عنوان Lipids Metabolism. Caloric value of fats and carbohydrates. Calories obtained by complete oxidation. Carbohydrates 4 kilo calorie kul per gram. Carbohydrates have 2 stores with water. Fat 9 kilo calorie per gram. Fats are not hydrates. Protein 4 kilo calorie per gram. إذن الأكسدة التامة لجرام واحد من الكربوهيدرات تنطينا 4 كيلو كالوري، جرام واحد من الفاتس حينطينا 9 كيلو كالوري، جرام واحد من البروتينز راح ينطينا 4 كيلو كالوري. هسه باعتقادكم منو يعني من المركبات أو من الجزيئات الحياتية اللي أمامكم هي تنطينا أكثر كالوريز؟ بالطبع بعد ما يعني نلاحظ أنه الفاتس هي تنطينا أكثر كيلو كالوريز. واي ليش الفاتس؟ زين، الجسم بيعتمد بالدرجة الأساس، وأعتقد أنه هاي الملاحظة قد سبق وأن ذكرتها، يعتمد بالدرجة الأساس في تجهيز الجسم بالطاقة على الكربوهيدرات، بينما يعني بالوقت اللي الفات ينطي أكثر كيلو كالوري من الكربوهيدرات. كربوهيدرات ينطينا الكل جرام هو 4 كيلو كالوري، بينما الفات ايش راح يعطينا؟ ينطينا 9 كيلو كالوري. إذا ليش ما يعتمد الجسم بصورة رئيسية بتجهيز الطاقة على الفات؟ ليش يعتمد على الكربوهيدرات؟ أعتقد هذا السؤال سبق وأن سألته. ممكن أسمع جواب؟ كل أحد عنده جواب؟ لو عوفوا إلكم تتناقشون به. زين، نستمر بالمحاضرة حتى لا نخسر وقتها. Fats provide energy during fasting and starvation. إذن الفاتس يعتبر مصدر رئيسي للإنرجي، لكن في حالات معينة، في يعني some condition اللي هي fasting or starvation. Fasting, the first source of energy is the stored glycogen. إذن خلال الصيام أول يعني مصدر للطاقة هو الجلايكوجين. وش يعتبر الجلايكوجين؟ الجلايكوجين يعتبر مصدر كربوهيدرات المخزون داخل الجسم، يا أما مخزون بالليفر in the liver or in the muscle. Starvation, glycogen stores depleted within 24 hours. إذن starvation خلال فترة الفاستنج والستارفيشن ال 24 ساعة الأولى يعتمد بها الجسم على استهلاك الجلايكوجين في الحصول على الطاقة. بعد ال 24 ساعة راح ينحرف الأيض أو الميتابوليزم باتجاه degradation of fats. بعد الفات، بعد ما يستهلك الفات الموجودة والمخزونة في الجسم، راح يستهلك كيعني محطة أخيرة يتم خلالها استهلاك البروتينز. وطبعا هاي أشد حالات الستارفيشن. Brain needs glucose as a fuel to sources a protein, amino acids ينطينا جلوكوز، والتراجليسرايد راح يصير له degradation راح يعطينا كوليسترول، وبالتالي راح يتحول الجليسرول يتحول إلى جزيئات جلوكوز حتى تحدث لها عملية الجلايكوليسيس أو complete oxidation، وبالتالي راح يصير releasing of ATP. إذن البرين يعتمد بالدرجة الأساس
في تجهيز الطاقة على الجزيئات الجلوكوز. الموجة جزيئات الجلوكوز راح يخلق الجلوكوز من خلال بادئات أو سبستنس غير كربوهيدراتية اللي هي أما تكون بروتينز أو تكون ترايجليسرايد. عندما تتحطم البروتينز راح تعطيني الأمينو أسيد، والأمينو أسيد ممكن أن تتحول في مسارات عضية معينة إلى الجلوكوز، والترايجليسرايد تتحطم تعطينا فاتي أسيد وجزيئة جلايسرول، والجلايسرول أيضا ممكن أن تتحول خلال يعني مسار أيضي معين في جلوكونوجينيسيس حتى يتحول إلى جزيئة جلوكوز تتم أكسدتها، وتتم من خلال أكسدتها تحرير الطاقة اللازمة لعمل الخلايا. زين prolonged starvation عندما تمتد المجاعة لفترة طويلة ماذا يحدث in human body؟ proteins receiver for muscle activity fatty acid converted to ketone bodies brain often brain fuel shift to ketone bodies then عندما تستمر يستمر الجسم عفواً بعدم التجهيز بالمواد الغذائية أو بالمصدر الكربوهيدراتي اللي يعتبر المصدر الرئيسي للطاقة ويستهلك الكلايكوجين يعني الصيام لأكثر من 24 ساعة وهي يسميها starvation مجاعة يعني لأكثر من يوم راح اللي يحصل إن البروتينز الجسم يحاول يحافظ عليها لأنها مهمة للمصل activity. الفاتي أسيد راح يتم تحويلها راح يصير لها degradation وتحول إلى الكيتون بوديز، والكيتون بوديز تحول إلى جزيئات طاقة، فيعتمد الجسم في هذه المرحلة من الستارفيشن على الكيتون بوديز في الحصول على الانرجي البرين فيول شيفت تو كيتون بوديز. البرين يعتمد قلنا على الجلوكوز، وإن ما توفر الجلوكوز راح يعتمد بالدرجة الثانية على الكيتون بوديز في الحصول على الانرجي اللازمة للسيلز. تراي أسايل جليسرولز اللي هي نسميها أيضا بالتراي جليسرايد بالدي أي جي أر تي جي أر the most abundant dietary lipid. أغلب الغذاء اليوم اللي إحنا نتناوله هو يحتوي على المحتوى على الفات. الفات الموجودة في الغذاء هي تكون بشكل تراي جليسرايدز. The form in which most of carbon energy is stored اللي هي تعتبر طبعا تراي جليسرايد الخزين الرئيسي للطاقة داخل الجسم. زين يعني الترايجليسرايد يمكن يحصل عليها الجسم من خلال الدايتري، لأن أغلب الفات الموجودة بالدايتري هي بشكل ترايجليسرايد، أو أنه هي مخزونة داخل الجسم في الدايبوز تشو في الأنسجة الشحمية، يستغلها الجسم في يعني في الحصول على الطاقة عندما ما يتوفر عندنا مصدر الطاقة الكربوهيدراتي. Each triglyceride has glycerol backbone esterified with three fatty acid. Most TG are mixed with different fatty acid varying in chain length and double bonds. Then كل triacyl glycerol هي تتكون من جزيئة glycerol، وجزيئة glycerol هي عبارة عن كحول ثلاثي hydroxyl groups متأسترة esterified with three fatty acids. طبعا الفاتي أسيد المتأسترة مع جزيئة الجلوكوز قد تكون متشابهة أو قد تكون مختلفة، وفي أغلب الأحيان تكون ميكس يعني مختلفة، قد يكون أحد الثري فاتي أسيد يحتوي على دبل بوند ونسميه أن ساتوريتد فاتي أسيد، والآخر هو ساتوريتد فاتي أسيد ما محتوي على دبل بوند، قد يكون أحدهما حاوي على 16 ذرة كربون such as palmitic acid، أو قد يحتوي على 18 ذرة كربون الفاتي أسيد الآخر such as stearic acid. يعني وهذا النوع من التراي أسايل جليسرون نسميه في الميكسد تراي أسايل جليسرون. Structure of تراي أسايل جليسرون هو as جزيئة، طبعا احنا قلنا التراي أسايل جليسرون تتكون من جزيئة جليسرون واللي هي عبارة عن
كحول ثلاثي مجموعة الهيدروكسيل متأسترة مع 3 فاتي أسيد تنطينا جزيئة تراي أسايل جليسرول. قد يكون الفاتي أسيد المرتبط بمجموعة الهيدروكسيل رقم أو مجموعة ذرة الكربون رقم واحد قد يعني يكون ساتوريتد، والثاني قد يكون أنساتوريتد، والثالث قد يكون حاول على 16 ذرة، والثاني قد يكون حاول على 18 ذرة، أو يعني مختلف الذرات ومختلف يعني من ناحية الساتوريتد أنساتوريتد فاتي أسيد. زين، عملية الميتابوليزم of lipid أو degradation of lipid لا تتم إلا بوجود نوع مختص من الانزيم specific enzymes اللي هي نسميها باللايبوليتك enzymes. شنو يعني لايبوليتك enzymes؟ وأعتقد أن احنا شرحنا الأنزيمات، فمن تشوفون لفظ الأنزيم لايبو يعني هذا الانزيم مختص بالليبيد بالdegradation of lipid أو بالhydrolysis of lipid. فلايبوليتك enzymes الانزيمات التي تعمل على تحلل الفاتي الفات. Lipases hydrolyze triacylglycerol releasing one fatty acid at the time and forming diacylglycerol, monoacylglycerol and finally glycerol. إذن lipases تعمل على تحلل triacylglycerol. بالبداية راح تسوي كلافج لhydrolysis لل one fatty acid وتكون الداي أسايل جليسرول، بعدين راح تعمل على هيدروليسيز الفاتي أسيد الثاني سكند فاتي أسيد أوف تراي أسايل جليسرول، وراح تكون المونو أسايل جليسرول. بالأخير راح تحرر الفاتي أسيد الأخير الثالث وتنطينا 3 فاتي أسيد زائد جزيئة جليسرول اللي هي عبارة عن كحول ثلاثي الهيدروكسي. هسه خلينا نشوف اللايبيز شنو انواع عندنا. البنكرياتيك لايبيز والذي هو يعمل على الهيدروليسيس دايتري تي جي، وعندنا اللايبو بروتين لايبيز اكت اون لايبو بروتين تريجليسرايد. اعتقد انه يعني ذكرت او ما ذكرت انه ايضا الدهون مختلف ومعقد نوعا ما أكثر من أيضا الكربوهيدرات هيدرات ميتابوليزم. ليش؟ لأن إحنا قلنا إنه الكربوهيدرات هي بولر، فممكن أن تذوب ببساطة في المذيبات القطبية ومنها الماء اللي يشكل أكبر يعني نسبة من جسم الإنسان. لكن التراي أسايل، ولهذا السبب جسم الإنسان أو الهيومن بدي يعتمد بتجهيز الطاقة على الكربوهيدرات كمصدر للطاقة، لكن الترايجليسرول كمصدر ثاني غير كربوهيدراتي ممكن أن ينحرف إلى أيض لتجهيز الجسم بالطاقة. لكن أيض الليبيد مختلف. ليش؟ لأن هي تعتبر الليبيد جزيئات عن أورجانيك أورجانيك لكن عن بولر غير قطبية غير ذائبة في الماء، لذا يحتاج يعني الأيض مالتها أو نقلها أو امتصاصها أو تحطيمها يحتاج إلى نواقل لكي تنقل خلال الليمف أو خلال البلد ستريم. هذه النواقل نسميها باللايبوبروتين. فاللايبوبروتين تحمل بداخلها الدهون such as the TG and cholesterol. يوجد انزيمات نوع من اللايبيز تعمل على تأييد اللايبوبروتين تريجليسرايد، تعمل على تأييد التريجليسرايد المحمولة على اللايبوبروتين بارتيكلز جسيمات اللايبوبروتين. هرمون الانزيم الثالث اللي هو نسميه هرمون سنسيتيف لايبيز is responsible for mobilization of adipose stores of TG. إذن عندنا البنكرياتيك لايبيز يعمل على تحلل تي جي اللي يجينا من مصدر الغذاء، وعندنا اللايبو بروتين لايبيز يعمل على أيض اللايبو بروتين الترايجليسرايد الموجودة أو المحمولة على جسيمات اللايبو بروتين، واللايبيز المتحسس للهرمون الذي يفرز بإشارة هرمون الجلوكاجون
طبعا وهذه الإشارة تصدر عندما يكون هناك نقل لل تي جي من الدايبوز ستورز الموجودة في الجسم. كل الهدف من اللايبيز هو تحطيم التي جي وتحرير الفاتي أسيد والجلايسرول، وممكن الجلايسرول يدخل الجلوكونوجينيسيس باثاوي ليتحول إلى الجلوكوز، وبالتالي تتأكسد جزيئة الجلوكوز على من ترفض يعني أو توفر الطاقة لخلايا الجسم، وكذلك الفاتي أسيد ممكن يحصل لها أكسيديشن لتتحول بالأخير إلى جزيئات ATP. زين. The obesity management, weight reduction, prescription is a prescription drug. Zinconal is an inhibitor of pancreatic lipase. It prevents absorption of dietary TG. إذن هناك نوع من أنواع العقارات اللي تستخدم في تخفيض الوزن كعلاج للأوبزيتي هي الزينجنال. الزينجنال هو يعمل على تثبيط البنكرياتيك لايبيز، وبالتالي يمنع من امتصاص الدايتوري تي جي، فيمنع من تراكمها يعني في الكافيتيز في تجاويف الكافيتيز بدي، وبالتالي يقلل من السمنة. Hydrolysis of triacylglyceride كالآتي تكون triacylglycerol أو triacylglycerol يعمل إنزيم اللايبيز على hydrolysis triacylglycerol. بالبداية يحدث الكلافج إلمن أو hydrolysis للفاتي أسيد المرتبط بالذرة كربون رقم واحد من جزيئة الجليسرول، واللايبيز بخطوة أخرى يعمل على تحرير الفاتي أسيد المرتبط بالتو كربون أتوم أوف جليسرول موليكيول. بعد هذه الخطوة تأتي خطوة الأيزومريز، ينقل مجموعة الفاتي أسيد المرتبطة في ذرة كربون رقم عفواً. الخطوة الأولى يحدث هيدروليسيس لفاتي أسيد مرتبط في ذرة كربون رقم واحد من جزيئات الجليسرول. الخطوة الثانية يعمل اللايبيز على تحرير الفاتي أسيد المرتبط في ذرة كربون رقم ثلاثة من الجليسرول موليكيول. بعدها تأتي خطوة أيزومريزيشن باي أيزومريز إنزيم حتى يعمل على نقل ترانسبورت فاتي أسيد الأباوند المرتبطة بال ذرة كربون رقم 2 بذرة رقم 1 من الجليسرول موليكيول، وبالتالي راح يحرر لي 3 فاتي أسيد and glycerol molecule. Digestion of triglycerides TGR digestion in the small intestine. موقع رئيسي للهضم التي جي هو السمول انتستين، mixed with bile salt secreted by gallbladder and dispersed into my cells. إذن بعد ما تهضم التي جي في السمول انتستين، طبعا عند عملية هضم الدهون راح تتحرر أو تفرز البايل سولت حوامض الصفراء أو أملاح الصفراء من الجول بلادر المرارة إلمن إلى الانتستين حتى تختلط مع التي جي وتكون تركيب يكون سهل يسهل عمل الإنزيم اللايبيز. Lipid in my cells are accessible to pancreatic enzymes. إذن تركيبة الماي سيلز قلنا إحنا الدهون شوية الديجريديشن مالتها يكون كومبلكس، بعض الشيء يحتاج البايل سولت اللي تمتزج مع الدهون وتحولها إلى ماي سيلز. ماي سيلز هاي التركيبة تكون اكسسبل تو بنكرياتيك انزيم، تكون سهلة تسهل عمل البنكرياتيك انزيم الذي يعمل على تحلل هيدروليسيس اوف ليبيدز. بنكرياتيك لايبيز forms monoacyl glycerol and free fatty acid. حد الآن تحرر عندنا one fatty acid, free fatty acid
زائد شنو؟ مونو أسايل جلايسرول. زين مونو أسايل جلايسرول and fatty acid, free fatty acid are absorbed by muscle cells lining the small intestine. بعدها راح المونو أسايل esterified with free fatty acid وتتم هذه العملية من خلال طبعا يتم امتصاص المونو أسايل glycerol and fatty acid من قبل muscle cell lining the small intestine وخلال هذه المرحلة راح يعني المونو أسايل glycerol esterified with free fatty acid and condensed back to TG ويعاد تشكل TG مرة أخرى. هذه TG راح تفرز أو تطرح إلى اللمف لكن بتركيبة أخرى بشكل كيلو مايكرون بارتيكلز. هذه الكيلو مايكرون هي أول نوع من أنواع اللايبوبروتينز بارتيكلز وهذه التركيبة هي تتكون من التي جي والكوليسترول والبروتينز and فوسفوليبيد. الكيلو مايكرون are released into the blood from transportation to all parts of the body. هذه التركيبة أو هذه الجسيمة الكيلوميكرون بارتيكل راح تتحرر into the bloodstream وتنقل من خلال bloodstream to all parts of the body. هسا خلينا نشوف شنو التركيبة اللايبوبروتين بارتيكل. لايبوبروتين بارتيكل هي two layers أو تتكون من طبقتين. الطبقة الداخلية اللي هي تحتوي على الهيدروفوبيك فوبيك موليكولز اللي هي الكوليسترول أستر يعني الجزيئات الكارهة للماء such as كوليسترول أستر تراي أسايل جلايسرول. أما من الخارج فتحتوي على طبقات الفوسفوليبيد والفوسفوليبيد هي تحتوي على يعني مجموعة فوسفيت و هي طبعا شبيهة الفوسفوليبيد بالتراي جليسرايد لكنها تحتوي يعني في الموقع ثلاثة من جزيئة التراي جليسرايد تستبدل بمجموعة فوسفيت ومجموعة الفوسفيت قطبية لهذا تكون الجسيمات أو الموليكولز الهيدروفيليك موليكولز تكون outside المحب الماء تكون خارج تكون الطبقة الخارجية لللايبوبروتين بارتيكل هي الفوسفوليبيد والفري كوليسترول and اللايبو أبو لايبوبروتينز اللي هو البروتين جزء البروتيني من اللايبوبروتين بارتيكلز. إذن اللايبوبروتين بارتيكلز تحمل في داخلها شنو التراي أسايل جلايسرول الدهون تحمل وتنتقل in bloodstream by lipoprotein particle. أول جسيمات lipoprotein particle هو كيلو ميكرون. Serum albumin transports fatty acid in the blood. TGR transported on lipoproteins. إذن lipoproteins كنا إنه هي تحتوي على جزء بروتيني وجسيمات البروتين هي كما يعني هو معروف عنها إنه هي محبة للماء لذا ممكن من السهل أن تنقل هذه البروتينات اللي مرتبطة بالدهون ممكن أن تنقل الدهون يعني من خلال الدم. البروتين مكون أو نوع البروتين الموجود في اللايبوبروتين هو الألبومين وهو أحد البروتينات البلازما الدم الأكثر نسبة في بلازما الدم. Lipoproteins are ester classified. The lipoproteins are classified based on their density which is determined by the lipid to protein ratio. إذن ممكن أن نصنف اللايبوبروتينز اعتمادا على density. density الكثافة أو تقاس هذه الكثافة أو تقدر بنسبة الليبيد إلى البروتين. طبعا تزداد كثافة اللايبوبروتين ونسميها high density lipoprotein عندما تكون صغيرة الحجم ونسبة البروتين أكبر من نسبة الدهون. تزداد حجمها عندما يكون الليبيد تكون يعني rich lipid rich and poor protein وهكذا such as the kilomicron اللي هي dietary lipid are packaged into particles called kilomicrons
they are largest lipoprotein. تكون هي أكبر أنواع اللايبوبروتين الخمسة. طبعا هناك خمس أنواع من اللايبوبروتين سنأتيها لاحقا. أول أنواعها هو الكالوميكرون اللي تكون largest lipoprotein، تحتوي على طبعا الدهون نسبة الـ high last lipid to protein، تكون نسبة الدهون أعلى من نسبة البروتين. LDL particles the second lipoproteins هو LDL، والLDL derived from very low density lipoprotein. The very low density lipoprotein هو lipoprotein يفرز from the liver by the action of lipoprotein lipase. إذن LDL هو يشتق من ال very low density lipoprotein، الجسيمة التي تفرز من الكبد والتي تحمل بداخلها TGP نسبة عالية. اللايبوبروتين لايبيز يعمل على تحطيم ال LDL أو تحلل تي جي الموجودة داخل المحمولة على ال low density lipoprotein، وتنتج عفوا ال very low density lipoprotein and release low density lipoprotein particles. HDL are side products in the process. كside products of lipoproteins metabolism is HDL. HDL يعني high density lipoprotein. High density lipoprotein يعني تكون lipoprotein وأيضا تحتوي على يعني تكون poor lipid لكن rich protein. LDL particles have a greater lipid protein ratio. Their lipid is mostly cholesterol. LDL particles are the bad cholesterol. LDL يحتوي على نسبة عالية من الدهون بعد ما حصل degradation of triacylglycerol. راح تنتج لنا of very low density lipoprotein. راح ينتج ال LDL. إذا الـ LDL يحتوى عالية من الكوليسترول ونسبة جدا ضئيلة من الـ triacylglycerol، والـ LDL يعتبر هو الـ bad cholesterol. ليش عن function مالته؟ شو function مالته؟ احنا قلنا كل الـ lipoprotein of the lipid نقل الدهون. زين إذن وظيفة الـ LDL هو نقل الكوليسترول بما أنه حاوي على الكوليسترول بدرجة الأساس. زين إحنا سميناه بعد كوليسترول يعني يعمل على transport of cholesterol of liver to ينقل الدهون، فش يحصل accumulation of cholesterol داخل cells وبالتالي أكسل الخلايا أو تضرر هذه الخلية. هي high density lipoprotein قلنا هي عبارة عن small particles حاوية على نسبة عالية من البروتينز ونسبة قليلة من الكوليسترول وتحتوي فقط على الكوليسترول فقط، لأن TG راح حصل لها degradation بشكل كامل، لكن اللي بقى هو نسبة قليلة من الكوليسترول محمولة على الـ high density lipoprotein. High density lipoprotein particles are lipid poor and protein rich and are the most dense of all lipoproteins. إذن هي اللي أقل الـ highest density أو الـ highest smallest density هي الكالوميكرون. The highest or most dense اللي هي high density lipoprotein. يعني من نقول high density, low density, very low density أعني بيها high density أكثر نسبة بروتين، low density أقل نسبة، very low أقل نسبة بروتين، بينما العكس تكون مع الدهون كثافة تكون عكس نسبة الدهون لكن متوافقة أو طردية تتناسب مع
نسبة البروتين الموجودة in the lipoproteins particles. Low density lipoprotein transport cholesterol to the peripheral tissue and including the arteries. High density lipoprotein participates in reverse cholesterol transport. It transports cholesterol to the liver. إذن الهاي density lipoprotein راح نسميه بالgood cholesterol. لكن شو نسمي low density lipoprotein بالbad cholesterol؟ هذا اعتمادا على من على نقل عملية نقل الكوليسترول. بالنسبة لل LDL راح ينقل الكوليسترول من الليفر إلى ال peripheral tissue. لكن الهاي density lipoprotein بالعكس راح ينقل الكوليسترول من ال cells أو من ال peripheral tissue المن إلى الكبد أي يعمل على تنظيف الخلايا من الكوليسترول. يعني بدل ما يتراكم يصير accumulation الكوليسترول داخل الخلايا ويتضرر الخلية، لا ينقل الكوليسترول إلى الكبد حتى يحول الكبد الكوليسترول إلى مركبات نافعة such as bile acid and vitamin D. والبايل أسيد إحنا عرفناها إنه هي تفرز إلى الجوت حتى تشترك في عملية هضم وامتصاص الليبيد. هسه جي لللايبوبروتين ميتابوليزم. لايبوبروتين ميتابوليزم انفلوف اكسوجينيوس باثوي ان اندوجينيوس باثوي. سنجي للإكسوجينيوس باثوي. Dietary fat and cholesterol راح يدخل enter the gut. راح يحدث هضم digestion of fat اللي هي TG أو triacylglycerol in the small intestine. Then the small intestine بالبداية راح تحطم لي التي جي كما يعني سبق وإن ذكرت تحط يعني يحصل هيدروليسيس للتي جي تنتج لي المونو أسايل جلايسترول and فاتي أسيد ثم يحدث امتصاص من خلال ميوسكل ممبرين أوف انتنسين ويعاد تشكيل formation of triacyl glycerol ثم يضاف إليها الفوسفوليبيد والبروتينز والكوليسترول وتفرز بشكل لايبوبروت إلى اللنف بشكل كيلومايكرونز بارتيكل. كيلومايكرونز لاحظوا لي الألوان الأزرق يعني معناته الهيدروفيليك لاير واللي هي تتضمن البروتين والفوسفوليبيد. الأصفر الفاتح هو التراي أسايل جلايسرول والأصفر الغامق هو الكوليسترول. إذن اعتماداً على هذه الإشارة الإشارات أو الألوان ممكن أن نصف الكيلومايكرونز هي عبارة عن particles متكونة من out أو outside layer اللي هي البروتينز أو الهيدروفيليك layer اللي هي بروتين and phospholipid وبداخلها تحتوي على يعني كمية كبيرة أو نسبة كبيرة من الترايسيليكليسرول ونسبة قليلة من الكوليسترول. تفرز من يعني من الانتستين سمول انتستين تو ذا لنف تحمل الى الكابيلاريز تدخل الكابيلاريز والكابيلاريز حاوي على اللايبوبروتين اللايبيز يعمل هذا على يعني تحلل التي جي المحموله على الكيلو مايكرون بارتيكل وبالتالي راح ينتج لي الريمينت كيلو مايكرونز اند كوليسترول. هذه الريمينت راح تدخل توجد يعني على الليفر ريسبتورز اوف ريمينت كيلومايكرونز وتدخل الى الليفر وتحول الى جسيمه تدعى بالفيري لو دنسيتي لايبوبروتين تفرز من الكبد الى الليمف وتدخل الكابيلاريز في الكابيلاريز ايضا يكون حاوي على اللايبوبروتين لايبيز. الفيري لو دنسيتي لايبوبروتين هي جسيمه حاوي على نسبه من نسبه كبيره من التي جي ونسبه اقل من الكوليسترول في الانسايد لاير
الأوتسايد لاير يحوي على الفوسفوليبيد والمتكون من الفوسفوليبيد والبروتين. الفيري لو دنسيتي لايبوبروتين ما تدخل الكابيلاريز راح يعني يعمل عليها انزيم اللايبوبروتين لايباز ويحولها الى الريمينت بعد ان تفقد يعني جزء كبير من التي جي المحموله داخلها. الريمينت هذا ممكن ان ندعي بالانترميديت دنسيتي لايبوبروتين، والانترميديت هو عباره عن مركب وسطي سرعان ما يتحول الى لو دنسيتي لايبوبروتين. زين التي جي اللي خسرتها الفيري لو دنسيتي لايبوبروتين واللي خسرتها الكيلو مايكرون باي لايبوبروتين لايبيز راح يحصل لها هيدروليسيز ان كابيلاريز وتحول الى باي طبعا اللايبوبروتين لايبيز راح تحول الى فاتي اسيد واند جلايسرول. طبعا الجلايسرول ممكن انه هنا يعاد تشكل التي جي من خلال استرفايد of esterification of glycerol and fatty acid كون التي جي ويعاد خزنها in diverse tissue، لكن هذا طبعا اعتمادا على حاجة الخلية على الphysiological condition. ففي حالة انه الخلية تكون ما محتاجة الطاقة راح يحصل الesterification of glycerol and fatty acid وتخزن التي جي مرة أخرى في الdiverse tissue، لكن عندما تكون الخلية في حاجة إلى طاقة الفاتي أسيد راح يحصل لها أكسدم خلال دخولها البيتا أكسيديشن in peripheral tissues. أما الجلايسرول طبعا وتجهز يعني تنتج البيتا أكسيديشن الطاقة من خلال أكسدة التامة للفاتي أسيد، والجلايسرول ممكن يدخل الجلوكونوجينيسيس ويعاد re-retained to the liver for glucose synthesis. الانترميديت لو دنسيتي لايبوبروتين هي جسيمات صغيرة small particles تحتوي على نسبة كبيرة من الكوليسترول ونسبة قليلة من التي جي والبروتين وفوسفوليبيد. هذه الجسيمة هي عبارة عن مركب وسطي سرعان أو جسيمة وسطي سرعان ما تتحول إلى من تخسر التي جي نسبة كبيرة من التي جي الحاوية عليها وتتحول إلى low density lipoprotein. low density lipoprotein حاوي على نسبة كبيرة من الكوليسترول وممكن أن يؤخذ من خلال خلايا الكبد الهيباتيك سيل. ليش؟ لأن خلايا الكبد حاوية على receptors of low density lipoprotein، وأيضا عندما تدخل الكبد يحصل لها degradation والكبد راح يعني يحصل على الفات والكوليسترول. الكوليسترول ممكن يستغلها في تخليق البايل أسيد التي تفرز إلى الجوت لتساعد في هضم وامتصاص digestion and absorption of lipid. زين أو قد يأخذ مسار آخر هو الانتقال عبر اللينف إلى البريفرال تيشوز والتي تعمل أيضا حاوية الغشاء السيتوبلازم على الريسبترز اوف ال دي ال وتعمل على يعني تحويل او ديجريديشن اوف ال دي ال وتحويلها الى الهاي دنسيتي لايبوبروتين. الهاي دنسيتي لايبوبروتين هي حاوية على طبق الاوت سايد اللي هي فوسفوليبيد وبروتينز وحاوية على نسبة قليلة من الكوليسترول. الهاي دنسيتي لايبوبروتين أيضا ممكن تسلك مسارين، ممكن تتحول يعني تؤخذ من قبل الكبد حتى يحصل لها ديجريديشن ويعاد البيوسانتيسيز أو فات أند كوليسترول، وأيضا الفات والكوليسترول ممكن يشتغل يعني في تخليق البايل سولت اللي تذهب إلى الجوتس وتشارك في هضم وامتصاص الدهون، أو تأخذ من قبل تذهب إلى الإندوكراين glands for steroid hormone synthesis. وتتعرفون الهرمون synthesis أو ما تعرفون للمعلومة هرمون steroid hormone يخلق من الكوليسترول. هذا الكوليسترول منين جاينا؟ جاينا من high density lipoprotein. مفهوم طلاب؟ هو شوي يشوفون يعني شكل الشكل شوية معقد، لكن إذا تتبعوا بتركيز يكون يعني بسيط.
هذا السكيم اللي امامكم هو اختزل لكل اللايبوبروتين ميتابوليزم. هذا الحكي ممكن ينكتب بعشر صفحات، لكن ممكن يختص يعني نختصره بسلايد واحد، بسلايد واحد واضح ممكن يفهمك شنو اللايبوبروتين ميتابوليزم. اكو احد عنده سؤال استفسار على الفيجر اللي امامكم؟ طلبة المرحلة الثانية طب الأسنان اليوم عند أشوف الأكتيفيتي مالكم كلش لو، ليش؟ يعني حتى وأن نتوقف الدوام إحنا بالنسبة إن النظري ماشي كما هو. أكو أحد عنده سؤال استفسار؟ تسمعون صوتي؟ شو ماكو؟ سايلنت. زين. أي دكتور مفهوم؟ مفهوم عندكم إشكال بالفيجر اللي أمامكم؟ مفهوم دكتور. زين. Fatty acids. Fatty acids are the direct source of energy from lipids. Fatty acid هي قلنا ثاني source of energy بعد الكربوهيدرات بالنسبة للجسم. زين. الفاتي acid منين تجينا؟ من degradation of TG. احنا اخذناها هسه وصلنا الفاتي acid. احنا اخذنا الفات يعني شنو هو؟ الفات اغلبه هو التي جي تراي اسايل جلايسرول، راح يحدث لها ديجريديشن او هيدروليسيس باي لايبو اللايبيز، راح تتحول الى فاتي اسيد وجلايسرول. هسه بالنسبه للجلايسرول قد يسلك مسلك الجلوكونوجينيسيس في تخليق الجلوكوز في حال انه السيلز شنو محتاجه انرجي، لكن الفات وين حيروح؟ شو راح يصير له؟ زين، بما انه الفات يعتبر الجسم source of energy from lipids، اذا fats fatty acids are oxidized by process called beta oxidation. راح يدخل مسار ايضي يحصل له اكسده، سميه هذا المسار بالبيتا اوكسيديشن. When excess fats or calories are constant in the diet, they are conditioned into triacylglycerols. Triacylglycerol أو triglycerides. أيضا عندما يتناول الإنسان وجبة غذائية دسمة يعني محتوية على فات بمستوى عالي، إيش راح يصير للفات؟ راح يخزن داخل الجسم بشكل triacylglycerol. زين. يعني يا أما يكون الفات كخزين أو إنه هو يحصل له degradation أو beta oxidation لتحرير الطاقة. Triacylglycerol are stored in specialized fat storage cells called adipocytes. And then TG تخزن في أماكن معينة نسميها أو في خلايا معينة، هذه الخلايا موجودة في الدايبوز تشو نسميها بالدايبوسايتس. دايبوز تشو accumulates subcutaneously and in different bodies cavities of obese people. إذن تراكم تناول الأغذية الحاوية على التي جي بنسبة عالية راح يحصل لها accumulation وين؟ داخل الدايبوز تشو. فتراكم هاي الدايبوز تشو راح تؤدي إلى الأوبسيتي إلى السمنة. زين خلينا نشوف source of fatty acid شنو؟ يا اما dietary lipids processed by the intestinal cells او نوعي synthesized lipids mostly by the liver او lipids mobilized from adipocyte stores. اذا three source of fatty acid، اما من الدايتري او يخلق ذاتيا في الجسم او انه هو ينقل من مخازن الشحوم داخل الجسم. هسه خلينا نشوف شنو البيتا اوكسيديشن اوف فاتي اسيد. The next four reactions are sequentially repeated for complete oxidation of fatty acid. البيتا اوكسيديشن four reactions. كل four reactions هذه راح تكون عبارة عن cycle. ممكن أن تكرر لعدة مرات على الفاتي اسيد حتى تحصل complete oxidation of fatty acid وتحرير الطاقة الكاملة في الفاتي acid. After one round of four
metabolic steps. One acetyl CoA unit is seven of and acyl CoA within two carbon atoms less is generated. كل ما تحصل ال four reaction of beta oxidation راح يحصل انفصال للأسيتيل CoA جزيئة ثنائية الذرات الثنائية ذرة الكربون تنفصل من الفاتي أسيد مطيتنا جزيئة أسيتيل CoA زائد فاتي أسيد ناقص ذرتين كربون نسمي أسيل CoA ناقص two carbon atom. Then this would undergo the same series of reactions again until the fatty acid is completely oxidized. إذن هذه الأربع reactions ممكن تعاد بشكل cycle متكررة حتى يحصل completely oxidized of fatty acid. زين هنشوف الـ scheme of beta oxidation. عندنا جزيئة fatty acid. أول خطوة عفوا step of beta oxidation هي called step zero. Step zero هي عبارة عن تنشيط لجزيئة الفاتي أسيد. فاتي أسيد تتحول إلى فاتي أسايل CoA by فاتي أسايل CoA synthetase or thiokinase. طبعا هذه الخطوة concept ATP molecules. احنا حاليا وين هذا تجري هذه الخطوه؟ in the cytoplasm. بعد ما تحول الفاتي اسيد الى فاتي اسايل CoA راح يدخل الى الميتوكوندريا. لكن هل دخول الدهون بشكل طبيعي تدخل بسهوله الى الميتوكوندريا؟ لا. by mitochondrial membrane creatinine transporter بناقل معين هذا نسميه الناقل بالكرياتينين اللي راح يرتبط بالفاتي اسايل CoA حتى يدخله بداخل الميتوكوندريا حيث تحدث أكر ذا فاتي بيتا أوكسيديشن أو فاتي أسيد. زين فاتي أسايل CoA راح يتحول إلى ألفا بيتا أنساتشوريتد فاتي أسيد باي أسايل CoA دي هيدروجينياس وهاي أعتبرها ستيب نمبر 1. تحصل هذه الخطوة بوجود المرافق الإنزيمي اللي هو كوانزيم FAD وهذه الخطوة راح تحرر لي شنو FAD H by 2 بما معنى من هذه الخطوة حصلنا على 2 ATP molecules يعني حصلت عملية أكسدة للفاتي أسايل CoA إلى وتحول المن إلى الألفا بيتا unsaturated فاتي أسايل CoA. زين الخطوة step number 2 هو تحول الفا بيتا unsaturated fatty acid المن إلى البيتا hydroxy fatty acyl CoA. هذه الخطوة تحدث بمساعدة الانونايل CoA hydratase وهذا الإنزيم يعمل بوجود جزيئة ماء ويحصل خلال هذه الخطوة إضافة جزيئة ماء إلى طرفي double bonds of unsaturated fatty acyl CoA فينتج مركب البيتا هيدروكسي فاتي acyl CoA. بعدها راح يحصل أكسدة لمجموعة البيتا هيدروكسيل of بيتا هيدروكسي فاتي acyl CoA ويعني يتحول إلى البيتا كيتو فاتي acyl CoA. مجرد أكسدة مجموعة الهيدروكسيل موجودة على ذرة كربون بيتا وتحولت إلى مجموعة كيتو. ماشي؟ خلال هذه الخطوة تتحرك جزيئة الـ NADH يعني equal to 3 ATP molecules. زين تحدث هذه الخطوة بمساعدة البيتا هيدروكسي فاتي أسايل CoA dehydrogenase. نعتبر هذه الخطوة من البيتا أوكسيديشن نمبر 3. البيتا كيتو فاتي أسايل CoA راح يحصل له كلافج باي تايوليز إنزيم. طبعا بمساعدة أو بوجود الكو إنزيم CoA SH. بالأخير إن فاينالي راح نحصل على
acetyl CoA molecule and fatty acyl CoA ناقص 2 carbon atom. طبعا الاسيتايل كو اي راح يدخل التي سي اي سايكل، والتي سي اي سايكل ايش يحصل لها؟ يحصل اكسدة تعمل الاسيتايل كو اي ويتحول المن الى اي تي بي زائد كربون دايوكسيد زائد اتش 2 او. اذا اصبح هنا الفاتي اسيد مصدر للطاقه. لكن شنو مصير الفاتي اسايل كو اي اللي ناقصه ذرتين كربون؟ ايضا راح تعاد الستيب 1 2 3 4 بشكل سايكل متكرر زين حتى تحصل كومبليتلي اوكسيديشن، كومبليت اوكسيديشن اوف فاتي اسيد، وتتحول الفاتي اسيد كله الى جزيئات اسيتايل كو اي تدخل التي سي اي. كل جزيء ايش قد تعطيني؟ سبق وان ذكرناها، شرحنا تي سي اي كل جزيء من اسيتايل كو اي تدخل التي سي اي راح نعطي 12 اكسب الانرجي اللي نحصل عليها من اكسده اوكسيديشن اوف بالميتيك اسيد. بالميتيك اسيد هو ساتوريتد فاتي اسيد حاوي على 16 كربون اتوم، يحتاج كعدد ذرات كربون 16 ذره الى 7 سايكلز اوف بيتا اوكسيديشن حتى يحصل كومبليت اوكسيديشن اوف بالميتيك اسيد. إذن the energy yield from one molecule of palmitate may be calculated as 8 acetyl CoA بعد ما تحصل 7 يعني دورات من بيتا أوكسيديشن تجري على البالميتيك أسيد، راح نحصل على 8 acetyl CoA على 8 جزيئات من الأسيتايل CoA. كل جزيئة من الأسيتايل CoA راح تدخل TCA، كل جزيئة راح تعطيني 12 ATP. إذا أضرب 12 في 8 راح يطلع لي 96 ATP مولكيول. 7 دورات من البيتا أوكسيديشن راح أضرب 7، كل دورة راح تحرر لي FAD H by 2، فأضرب 7 FAD H by 2 في 2 يكون ال FAD H by 2 تحتوي يعني تعادل equal to 2 ATP molecule، فأضرب 7 في 2 راح أحصل على 14 ATP، وأحصل أيضا تتحرر 7 جزيئات من NADH وأضرب في 3 لكون ال NADH الواحدة هي equal to 3 ATP molecule. Course total 131 ATP 131 أو 113 minus 2، الماينس 2 هاي جزيئة من ATP استخدمتها في عملية تنشير الفاتي أسيد، فأحصل على 129 ATP من هذا حصلت عليها من الأكسدة من الكومبليت أوكسيديشن أو بالميتيك أسيد. هالشكل راح يوضح لنا كم دورة يحتاج البالميتيك أسيد اللي يحتوي على 16 ذرة من الكربون، يحتوي يعني راح يحتاج إلى 7 cycle of beta oxidation راح ينتج لي product 8 acetyl CoA، كل acetyl CoA راح تدخل ال TCA، فكل جزيئة من acetyl CoA تدخل TCA راح تنطيني 12 of ATP 12 ATP molecule. هسه خنشوف الريجوليشن of beta oxidation. The availability of a free fatty acid regulates the net utilization the beta oxidation. زين احنا تعلمنا يعني اخذنا الانزيمات انه اكو نوعين من الريجوليشن، يا اما الاوستريك ريجوليشن او هرمونال ريجوليشن. هسه الاوستريك يا اما يكون بتركيز ماده معينه او من مستويات الطاقه. يعني بالملخص المفيد بالنسبه للبيتا اوكسيديشن، وفره الفري فاتي اسيد راح ينشط لي او يحفز على حدوث البيتا اوكسيديشن. إذن هذا يعني الـ allosteric regulation.
the level of free fatty acid in turn is controlled by glucagon. لكن وفرة الفاتي أسيد هذه تتحكم بها الإشارات الهرمونية وبالأخص by glucagon to insulin ratio, نسبة إفراز الجلوكوجون والإنسولين. Glucagon increases fatty acid level and insulin has the opposite effect. Glucagon increases free fatty acid level and insulin has the opposite effect. شلون؟ Glucagon احنا نعرف ان هو هذا الهرمون يشجع على اطلاق اشارات الفسفرة by AMP cyclase. Glucagon يزداد إفرازه عندما يكون إفراز الإنسولين is low. Glucagon يعمل على تحفيز تحول الـ ATP by adenylyl أو adenylate cyclase إلى الـ AMP cyclase. زين الـ AMP cycle هذا راح يعمل على فسفرة بروتينات الكينيز وبالتالي بروتينات الكينيز تعمل على فسفرة اللايبيز واللايبيز عندما يفسفر راح يتحول من الانكتف الى الاكتف إذن بالتالي اللايبيز ينشط بإشارة هرمون الجلوكوكون عندما يزداد إفراز الجلوكون عند الإبيفرين الإبيفرين موجود بالعضلات أيضا نفس الأكشن ينطي انه يحفز على الاي ام بي سايكليت وبالتالي راح يحفز على فسفره اللايبيز واللايبيز اجما وفسفر راح يحصل لاكتيفيشن ويؤدي الى زياده الليفل اوف فري فاتي اسيد ناتج عن هيدروليسيس اوف تراي اسايد جلايكول. الفيجر اللي امامكم طلاب عندما يكون افراز الابيفرين اور glucagon high يكون الانسولين low. قد ما يكون low ما راح يرتبط بالريسبتر وما راح يدخل الى داخل الخليه حتى يؤدي الاكشن مالته. لكن قد ما يكون الابيفرين is high راح يرتبط بالريسبترز on cytoplasm membrane الغشاء السيتوبلازمي وهذا راح يعني هرمون الابيفرين راح يساعد على تنشيط الادينيلاين سايكليز ويحول الـ ATP إلى الـ AMP سايكليز. الـ AMP سايكليز هو راح يعمل على تنشيط أو تنشيط الـ Active Protein Kinase. الـ Active Protein Kinase هذا يعمل على فسفرة الهرمون سنسيتيف لايبيز ويحوله من الـ Inactive إلى الـ Active Form. الأكتف لايبيز يعمل على هيدروليسيس تراي أسايل جلايسرول into fatty acid and diacyl glycerol. لكن الأكتف لايبيز ممكن يتحول من أكتف لايبيز by فوسفاتيز انزيم اللي يعمل على تحلل مجموعة الفوسفات مرتبطة ببروتين عفوا بانزيم اللايبيز. لكن عموما جلوكوجون الابيفرين يشجع على تيارات الفسفره، تيارات الفسفره تعمل على فسفره اللايبيز، اللايبيز ينشط بالفسفره يعمل على تحلل التراي اسايد جلايسرول فيحرر لي فاتي اسيد، وفره الفاتي اسيد تنشط على البيتا يعني تحث على البيتا على حدوث البيتا اوكسيديشن. مفهوم طلاب؟ طلاب مفهوم؟ زين هسه انتم من سلايد 1 الى هذا السلايد اللي اعتقد 24 او 23 عندكم شيء ما فاهمينه ممكن ارجع اوضحه لكم؟ دكتوره هذا السؤال اللي سالتيه بدايه المحاضره يعني لان الفات ما يذوب باللمف فيحتاج وسط ناقل عافية لأن الميتابوليزم مالته معقدة تستهلك وقت طويل وتحتاج إلى نواقل فمو من السهولة أنه يتحرر الفات ويجهز الجسم بالطاقة يستغرق وقت طويل بينما الكربوهيدرات لأن هي ذائبة في الماء فمباشرة ممكن يحصلها ديجريديشن ويحصلها ديجيشن وامتصاص ونقل إلى أماكن اللي تحتاج الطاقة. فهمتوني هسه؟
فتكون أسرع وأسهل. مفهوم دكتور. زين، بعد أي سؤال أي